السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله هنتكلم في الجزء بتاع الـ Quality of Service، وهنتكلم هنا عن الـ Localized Data Policy. تعالى كده الأول نعمل ريفيو عن الـ Quality of Service. أنا إزاي أطبق Quality of Service؟ أنا المفروض بيبقى عندي الـ Device، عندي هنا أهوت اللي هو الـ Edge أو الـ Router، تمام. بيبقى عندي هنا في الـ Device ده عندك الديفايس هنا الانجريس ترافيك، اسمه الانجريس ترافيك، وهنا الاجريس ترافيك. فانا عشان اطبق كوالتي اوف سيرفيس على الترافيك اللي داخل عندي هنا، احنا هنعمل طبعا هنا تشيبنج في الاوت باوند هنا. فاول حاجة لازم اعمل كلاسيفيكيشن للترافيك اللي يخش عندي، عشان اعرف الراوتر ده يبدا يحدد نوع الترافيك اللي جاي ده ايه، وعلى اساس كده يبدا يحطه في الكيو اللي انا هحددها له دلوقتي. يبقى انا اول حاجه هعملها انا هعمل كلاسيفيكيشن. اول حاجه هعملها هنا انا هعمل هنا كده في الاول هنا كده كلاسيفيكيشن، نوع الترافيك ده جاي بقى هو فويس او هو ويب او هو نوع الترافيك ديفر هو جاي ايه. بعد ما اعمل كلاسيفيكيشن ابدا اعمل حاجه اسمها الكيو، الكيو ماب. اعمل الكيو ماب ده يعني ايه؟ يعني اي ترافيك من اللي جاي من بره ده احطه هنا، هسكنه هنا جوه كيو. هيكون مثلا كيو مثلا 0، كيو مثلا 1، كيو 2، وهكذا عندنا هنا لحد 7، لحد 7، تمام. طيب بعد كده انا باخد الكيو ده وابدا احدد في المرحله الثالثه هنا كل كيو هنا هيبقى ليها باندويتس قد ايه، وليها بافرنج قد ايه. بعد كده ابدا اجي على الانجريس ترافيك اللي هيبقى داخل عندي هنا في الراوتر هنا كده، واقول له انت هتكلاسيفاي طبقا للاكسس ليست اللي انا هديها لك. هتاخد مثلا فويس مثلا هيبقى لي دي اس بي معين، نوع الترافيك الثاني لي دي اس بي معين. بعد كده هتاخد الكلام ده تبدا تسكنه جوه الكيو بتاعه، وتبدا تحدد كل كيو هنا لها الباندولز ولها البفر الخاص بيها، وتيجي هنا في الانجريس تطبق التشيبنج. التشيبنج هنا هديله مثلا ريت معين، هيبقى انا باخده مثلا من الاي اس بي، وليكن مثلا انا عندي هنا مثلا الايدج بتاعي اهوت، ده الايدج بتاعي طالع مثلا بتو اي اس بي، وليكن هنا مثلا تي داتا، وهنا مثلا هيبقى عندي فودافون. انا جايب هنا سبيد معينه، فبالتالي احدد التشيبنج على الانترفيس ده والتشيبنج على الانترفيس ده، وليكن 1 ميجا بير سكند، وهنا برضو 1 ميجا بير سكند. وبالتالي باجي هنا على الانجريس ترافيك اطبق هنا الاكسس كنترول ليست اللي احنا قلنا عليها، اللي من خلال ذلك هيبدا يعمل كلاسيفاي ويحط نوع الترافيك اللي جاي ده جوه الكيو اللي انا هبدا احدده. طيب الكلام ده بيتم على الفي مانج ازاي؟ تعالى قبل ما نروح للفي مانج، عندي حاجه تانية اسمها البوليسنج. البوليسنج ده ان انا بعمل دروب للترافيك لو تعدى الريت اللي انا بحدده له، يبقى عندي حاجه اسمها البرست ريت، يبقى عندي حاجه اسمها الريت، ويبقى عندي حاجه اسمها الاكشن اللي هيتم عندي اللي هو الاكسيد. البرست ده الماكسيمم ريت اللي انا هبقى محدده، وليكن مثلا 1 ميجا بير سكند، والريت بتاع ده النورمال ريت اللي شغال عنده، وليكن مثلا 512 كيلو بير سكند. والاكسيد بتاع ده يبقى اكشن يا اما هيتم هنا عندي، يا اما هيعمل دروب، يا اما هيعمل ريرايت. دروب هنا طبعا هيبقى يعمل دروب للباكت او الرايت، يديها تي اس بي مختلفه عشان خاطر يطبق عليها كوارت اوف سيرفيس. تمام، احنا في اللاب بتاعنا هنا هنطبق التشيبنج فقط، مش هنعرف نطبق البريسنج، هنخليها في حلقه تانية او نخليها في درس تاني ان شاء الله. طيب تعالى كده نطبق التشيبنج ده، ندخل كده على الفي مانج. على ما يفتح معايا كده الفي مانج كده، تعالى ناخد الرسمه دي كده. انا عندي هنا ده برانش اهوت، ده برانش اهوت واصل طبعا هنا، قلنا بالبيز انترنت، واصل كمان بالام بي ال اس، قلنا هطبق التشيبنج. هنا هطبق التشيبنج في الجزء ده كده على الانترفيس ده وعلى الانترفيس ده، والجزء بتاع اللاين اللي هو موجود عندي هنا في السيرفيس بي بي ان، هبدا اطبق هنا الكلاسيفيكيشن او الكلاسيفاي اللي هيتم من خلاله
كلاسفاي للداتا اللي داخله لي جوه الانترفيس ده، وعلى هذا الاساس يبدا يعمل لها مابنج في الكيو ماب اللي انا هبقى محددها، تبدا تطلع عندي تطبق في الشيبنج اللي موجود عندي في الاوت باوند ده. طيب تعالى كده نخش على الفي مانج. قلنا ان انا هطبق هنا البوليسي لوكالايزد داتا بوليسي، اول حاجه طبعا بندخل هنا على البوليسيز وبنيجي نشوف الليست. طبعا دي لوكالايزد بوليسي ونشوف الليست. اول حاجه عملناها طبعا هي الليست، اعمل حاجه اسمها الكلاس ماب، ببدا احدد كل نوع ترافيك هنا هيبقى نوع ايه بالظبط، وليكن مثلا تعالى نمسح ده كده، نعمل كل ده من الاول تاني. انا عايز اعمل هنا نيو كلاس ليست، عايز اسميها هنا فويس واديله كيو مثلا واحد مثلا، واقول له سيف ونخلي كيو ده للكنترول. ناخد مثلا هنا انا محتاج ويب ترافيك برضو، اديله هنا كيو 2. ممكن برضو نحدد هنا الفيديو ترافيك واديله مثلا كيو 3. ممكن ناخد بيست ايفورت وادي له مثلا كيو 4. كده انا عملت كده الكلاس ماب بتاعي. ابدا اروح بقى هنا على الاكسس كنترول ليست عشان ابدا اقول له هاي كلاسيفاي تبقى لايه. اقول له هنا اد نيو اكسس كنترول ليست اي بي في 4 طبعا، واسميها هنا نسميها اكس كنترول ليست كلاس فايل كلاسيفيكيشن ناشونال، ونيجي هنا نقول له هنا اد سيكونس رول، اقول له هنا هات ماتش على الدي اس سي بي مثلا بتاع الفويس، قلنا هنا 46. اقول له هنا اكشن، اقول له انت تبع الكلاس اللي اسمها فويس. اقول له سيف. كمان قلنا عايزين نماتش الترافيك اللي هو بتاع الويب، لكم مثلا هنا نختار مثلا ان انا هشتغل على ديستنيشن بورت مثلا 80 وبورت 443 HTTP و HTTPS. اقول له هنا اكشن، واقول له الكلاس انت تبع الكلاس اللي اسمه ويب، اقوله سيف. تعال ناخد بقى اللي هي عبارة عن البيست ايفورت، ولكن مثلا انا هماتش اي حاجة، واقوله هنا الاكشن بتاعك هيبقى الكلاس بتاعك هيبقى اسمه البيست ايفورت، واقوله هنا سيف. سيب الفيديو دلوقتي مش محتاجنا دلوقتي، احنا بس هنتست على الحاجات ديت. ونيجي على الستيمنت تشتغل على الديفولت اكشن تخليه انيبولد، اكسبت، تقول له هنا سيف. يبقى انت كده عملت الكارت ويب سيرفيس، او كده انت عملت الاكس كنترول ليست اللي من خلالها هتعمل كلاسيفيكيشن. تمام، باجي بقى اعمل الكيو ماب، بخش هنا برضو على كاستم اوبشنز، واجي على الفورورد كلاسز او الفوروردنج كلاس اند كيو كارت ويب سيرفيس. هنعمل هنا الكيو ماب، اقول له هنا الكيو اس ماب اهوت، اقول له هنا اد كيو ماب جديده، اقول له كرييت نيو اسميها كيو او اس. برضو متنساش احنا عايزين ناخد دي كوبي كده عشان هنحتاجها دلوقتي واحنا بنتاش تحت الانترفيس. اوكي، اقول له هنا طبعا عندنا هنا الكيو 0
ديت بي دي اف موجوده اهيت فيها كل واخده كل الباندويتس كل واخده كل البفر. فانا هضيف هنا كيو جديد هسميه طبعا قلنا هناخد الكيو رقم واحد ده طبعا للفويس اهو همسح على طول الفويس على طول اهوت. وهاجي هنا اعمل الباندويتس بتاعي هديله مثلا 30% من الباندويتس بتاعي واخد 30% من البفر كمان. والدروب هنا هخليها راندوم ايرلي واقول له مثلا هنا سيف الكيو اهو سحب الفويس 30% من الباندويتس وبقى باقي للكنترول هنا 70%. هضيف برده تاني الكيو رقم 2 ده الويب ابلكيشن اهو سحب الويب على طول اهوت. واقول له هنا الباندويتس هديله 20% والدروب هنا خليها التيل. اقول له هنا مثلا سيف الكيو اهو سحبت 20% للويب و 30% للفويس و 50% للكنترول. فاضل عندي البيست ايفورت نخليها مثلا كيو نمبر 4 البيست ايفورت اهو تخليها 15% من الباندويتس وبرده 15% من البفرنج وخليها برده هنا تيل. اقول له هنا سيف الكيو اقول له هنا سيف. تعالى كده على اكس كنترول ليست برضو محتاج اخدها كوبي اهي انا محتاج اخد كوبي كده عشان احتاجها دلوقتي. كده انا عملت حاجتين اتنين. اول حاجة عملتها ان انا عملت اول حاجة عملتها ان انا عملت هنا الكلاسز وبعد كده عملت حاجة اسمها الكلاسيفيكيشن اللي هي عن طريق الاكس كنترول ليست اللي انا نستعملها دلوقتي. بعد كده عملت حاجة اسمها الكيو ماب. فاضل بقى ان انا اعمل البوليسي تربط الكلاسيفيكيشن ده بالكيو ماب ده. فباجي بعمل حاجة اسمها اد باجي على البوليسيز هنا كده اللوكاليزد بوليسي كده واقول له هنا انا عايز اضيف بوليسي واقول له هنا نيكست فين الكيو ماب بتاعتك اللي انت عايز تضيف عليها اقول له على اكزيستنج اقول له هنا الكيو ماب اللي اسمها اللي استعملها دلوقتي واعمل نيكست على الكلاسيفيكيشن اللي هيتم من خلال ايه هيتم من خلال اكسس كنترول ليست انا لسه عاملها اسمها اكسس كنترول ليست هنا كلاسيفيكيشن واقول له هنا امبورت برضو هنا نيكست هنا البوليسي هنا هسميها كيو اي اس بعد كده اقول له هنا لو عايز تشوف بريفيو للبوليسي عندي دي البوليسي هي قلنا هنا اللي عباره عن الكلاسيفيكيشن اهوت قال لي انا همتش حاجه اسمها الفويس هديله اكسبت اقول له الكلاس اللي اسمها فويس ونفس الكلام برضه همتش البورت 80 وبورت 43 اتش تي بي اتش تي بي اس واديله الكلاس اللي اسمها ويب ونفس الكلام برضه هنا البيست ايفورت ده الترافيك كله هدخله على البيست ايفورت وهنا الكيو اللي انا استعملها كيو 0 كيو 1 كيو 2 كيو 4 وهنا الكيو عندي هي اللي الكلاس ماب اللي انا لسه عاملها اقول له هنا سيف للبوليسي باجي بقى هنا اطبق البوليسي ديت اطبقها ازاي. اول حاجه ان انا عندي الديفايس اهو انا عندي هنا مجموعه الاجهات عندي هنا تعالى كده اجيبها على الصوره افضل عندي هنا الاجهات اهيت. اول حاجه ان انا لازم انزل البوليسي ديت من الفي مانج للاجهات ديت كلها بس بعد كده البوليسي ما زالت مش شغاله البوليسي موجوده على الفي اتش ماشي ولكن مش شغاله لازم اجي بقى على الانترفيس اللي هو في اللاين ده واقول له استخدم في الانجليز الاكسس كنترول ليست اللي اسمها اكسس كنترول ليست كلاسيفيكيشن اللي استخدمناها كوبي دلوقتي وباجي على الانترفيس اللي هو في اللاين ده واطبق تحتيها في الانجليز واطبق الشيبنج اللي قلنا عليه اللي احنا هنخليه مثلا 100 كيلو بت سكند وكمان هختار الكيو ماب اللي انا هطبقها او ان انا هستعمل عليها الكيو جين عشان يبدا يطبق الشيبنج بتاعي. طيب نيجي هنا بقى كده نبوش البوليسي دي باجي على الفي اتشز كده باجي على التمبلتس واقول له هنا اديت وانا عايز اضيف هنا اللوكاليزد بوليسي اهو باجي اديشنال تمبلتس هنا كده وبلاقي حاجه اسمها البوليسي باجي اختار هلاقي الكيو اس اللي انا هستعملها كيو اس بوليسي اقول هنا اوكي اقول له ابديت اقول له هنا نيكست
على شكل البوليسي اللي هتنزل عندي على كل البيجات اهوت. هذا البوليسي اهي كل دي البوليسي هتنزل عندي. هذا الكيو اللي انا استعمله وده الاكسس كنترول ليست بتاعت الكلاسيفاي. واخيرا الكيوينج ماب اللي انا لسه عاملها. هقول له هنا كونفيجر الديفايسز تبدا تنزل على الاجيات كلها كده مره واحده. هنا كده نشوف مثلا الهيد كوارتر هاجي هقول له شو رانينج كونفيج بوليسي لسه مفيش بوليسي نزلت خالص عندي. تبدأ تنزل عندي البوليسي اهوت نزلت على البرانش واحد وبعديها كل البرانشات كلها تمام اهوت. تعال نشوف كده الكوماند هيجيب لي ايه اهو. جاب لي البوليسي اللي انا لسه منزلها من على الفي مانجر اهوت. باجي بقى الخطوه الثانيه قلنا هنيجي تحت الانترفيس اللي هو في السيرفيس في بي ان او الانترفيس اللي هو موجود في اللان اللي هو ده. نبدأ نطبق هنا الاكس كنترول ليست عشان يماتش ويكلاسيفاي الترافيك اللي هيبقى جاي له. باجي هنا كده على تمبلتس واخدش على الفيتشر تمبلت وباجي على انترفيس كده مثلا وليكن اهو انترفيس في بي ان 80 اللي هو السيرفيس في بي ان. واجي اقول له هنا ايديت وباجي على اكسس كنترول ليست اند كواليتي اوف سيرفيس. وباجي هنا على الانترفيس اللي هو هذا الانجليز اكس كنترول ليست اي بي في 4 واقول له هنا جلوبال. اقول له افتح لي هنا عايز احط اكس كنترول ليست. هي الاكسس كنترول ليست قلنا ان انا هحط اسمها اكس كنترول ليست كلاسيفيكيشن ولازم يبقى نفس النيم بالظبط. واقول له هنا ابديت تبدا برضو تنزل على كل الاجيات. تعالى برضو نشوفها كده في اكسس كنترول ليست اهي تحت اكسس كنترول ليست اللي اسمها كذا. اقول له ان في الانجلس انترفيس تحت الانترفيس اللي هو واصل بيه السيرفيس في بي ان اللي هو 10.80 قبل هيد كوارتر وطبعا بقيه البرانشات. وهنا كونفيجر ديفايسز هنا كده اقول له اوكي. تعالى نشوف شويه كده اقول له شو بوليسي اكس كنترول ليست نيم اللي نزلت عندي اصلا من البوليسي الاولانيه. قلنا اسمها اكس كنترول ليست كلاسيفيكيشن. انا فقط في الكونفيجريشن اللي هتنزل دلوقتي هيماتش اسم الاكسس كنترول ليست اللي هحطها تحت الانترفيس. قلنا في اتجاه الانجلس انترفيس تمام. نزلت معايا كل حاجة اهوت. لو جينا نشوف هنا شورن
كورن في ان 80 هتلاقي ان الاكسس كنترول ليست اللي انا عملتها على الانترفيس نزلت في اتجاه الانكريس اهوت. فده طبعا اخر حاجه خالص ان هو ان انا اجي على هنا كده على الوين هنا كده واطبق التشيبنج واطبق كمان الكيو ماب اللي انا لسه بختارها دلوقتي او ان انا لسه عاملها بوش على الايجاد دلوقتي. باجي برضو هنا على تمبلت وباجي على فيتشر تمبلت واجي هنا على نختار مثلا اختار واحدة بس هنختار مثلا نعملها على البيز انترنت انترفيس البيز انترنت اهوت واجي اعمل له هنا كده ايديت. تيجي طبعا على الاكسس كنترول ليست برضو اند كوالتي اوف سيرفيس وانا هنا عايز اطبق في الاجريس مش في الانجريس باجي هنا اطبق التشيبنج طبعا قال لك بالكيلو بت بير سكند ولكن مثلا انا اخليها مثلا 100 كيلو بت بير سكند والكيو ماب اللي قلنا عليها الكيو اس ماب قلنا هنا حطها اللي انا لسه عاملها دلوقتي اللي هي اهي كيو اس كيو ماب اقول له هنا ابديت هيبدا برضو ينزل عندي الكونفيجريشن بتاعتي على كل الايدجات على البيز انترنت اختار مثلا الكوارتر كده فين التعديل اللي هينزل اهوت قال لي اهوت هينزل عندي الشيبنج الكيلو بت بير سكند والكيو ماب اللي قلنا عليها انا لسه منزلها دلوقتي تحت الانترفيس اللي هو جيجا 0 على 0 اللي هو واصل بيه تي اي داتا او واصل بيه البيس انترنت او انا كونفيجر الديفايسز. برضو تعالى نشوف الكيو ماب دي اللي انا منزلها اهوت حاجه اسمها اداء الكيو ماب كيو سكيدولر انفورميشن او هنا كونفيجر هتلاقي هنا الكيو اللي انا لسه عاملها دلوقتي اهوت وكمان في كيو ماب انفو اللي هي اسمها كيو اس كيو ماب اللي انا لسه عاملها دلوقتي بدأ ينزل عندي اهوت الكونفيجريشن على كل الاجيال كلها تمام. تعال نتأكد ان الكونفيجريشن اقول له هنا شورن بين زيرو تحت انترفيس جيجا زيرو على زيرو هتلاقي عندي هنا التشيبنج هنا بقى فين التشيبنج هنا بقى 100 كيلو بت بير سكند وبقى عندي الكيو اس ماب اللي انا لسه عاملها اللي هي كيو اس كيو ماب. بالحالة ده انا كمان تم تطبيق اللوكالايزد بوليسي بشكل تمام. ممكن اجي هنا بقى على الفي مانج هنا كده واجي على نتورك وعايز امونتور مثلا الكوارتر اوف سيرفيس باجي على بنش واحد مثلا وبتيجي هنا على الكوارتر اوف سيرفيس وتبدا المونتور الدنيا شغاله عندي ازاي. تيجي مثلا تختار مثلا اشوف كيو واحد في ايه او كيو زيرو في ايه كيو واحد في ايه وهكذا تبدا المونتور الدنيا عندك هنا. طيب تعالى كده ناخدها اوفر فيو سريع كده احنا عملنا ايه. اول حاجه عملناها عملنا كلاسيفيكيشن بعد كده عملت الكيو ماب بعد كده عملت كل كيو من دول حددت لها الباند وث والبفرنج اللي هيتم استخدامه بعد كده دخلت على البي مانج عملت بوش لي اللوكاليزد بوش دي على الاجات كلها كده البوليسي مش موجوده على كل الاجات اللي موجوده عندي ديت ولكن مازال البوليسي مش شغاله فلازم اخش على الانترفيس اللي موجود عندي في اللان هنا واضيف له الكلاسيفاي او اضيف له هتعمل كلاسيفاي تبقى لايه تبقى طبعا الاكس كنترول ليست اللي انا عملتها وسميتها اكس كنترول ليست كلاسيفيكيشن. بعد كده بخش على الانترفيس اللي موجود فيه الاوت باوند واطبق فيه الاجريس انترفيس او الاجريس دايركشن بطبق فيه التشيفنج بتاعي بحدده قيمته قد ايه بما بينه وبين الاي اس بي وكمان بحدد كمان الكيو ماب اللي انا لسه محدد لها ان كل ترافيك من دول هيبقى ليه كوارتر اوف سيرفيس قد ايه او هيبقى ليه كيو ماب قد ايه وهيبقى ليه باندوث قد ايه بوفرنج قد ايه.
كده انتهى درسنا النهارده.